Hello. اليوم راح نتعلم a general introduction about CST computer simulation technology. راح نتعلم كذا شغلة، أولا كيف نرسم الشيب، كيف نتحكم بالفيو، وين بيخلقوا الشغلات اللي نحن بنستعملها بالCST كشيب أو كماتيريال أو غيره، كبورت لما بدنا نغذي الأنتين. راح يكون شغلنا أكثر شيء بعدين مركز كيف بدنا نرسم الأنتين ونغذي ونهالشغلات. اول شيء اول ما تفتح السي اس سي رح يبين عندكم مثل هالصفحه، اذا بدكم هون فيك تشوفوا التوتوريال نفس نوع. اول شيء كرييت اي بروجكت، بعدين مثل ما ملاحظ انه في كذا ابلكيشن، رح نلاقي نحن مايكروويف اند راديو ويف اوبتيكال، حتى كمان بقلب هيدي في كذا ابلكيشن. نحن رح نلاقي انتنا، نفس نكست. بالقلب الانتنا في عندك وايب جايد، هون كون عندك بلانر وباتش او سلوت، عندك الواير، عندك فيز اري والريفلكتور والفون موبايل. نحن رح نلاقي فور اكزامبل واير دونت ماتر، لانه هون اول شيء ما عم نهتم احنا اي انتن عم نرسم، هون عم نحكي اون جنرال. بس نكست عندك انتجرال، عندك تايم دومين، عندك فريكونسي دومين. انا رح نلاقي التايم دومين. نكست هون اليونتس هن ستاندرد، عندك الدايمنشن فور اكزامبل ويف لينكس هي بالمليمتر، عندك الفريكونسي بالجيجا هرتز، تايم بالنانو سكند، حتى فيك تغيره من قلب السي اس تي. هون الفريكونسي مين اند ماكس فيك تحطهم هلا وفيك تتركهم لبعدين. رح نقول مثلا عنهم هلا 1 ل 5. نحن نهتم اكثر شيء بالاي فيلد بالاتش فيلد بالفار فيلد. هذا كل شيء عملناه. فينش رح يشتغل السوفت وير ليخلق عندي او يحفظ عنده الاشياء اللي انا كتبتها. مثل ما بتلاحظوا هون باللايبراري عندك هون كومبوننت، يعني اي شكل انا برسمه بقلب السي اس تي رح يتسيف كومبوننت. عندك الماتيريال لهون باك اون فاكيوم، هو في لايبراري خاصه بالماتيريال، فيني نقي اي ماتيريال بدي، واذا ما كانت موجود الماتيريال فيني يعني اعمل لها انكلود ودخلها على قلب السي اس تي. مثل ما بتلاحظوا في هون بورت لما بدي غذي الانتين فيد لاين وغيره رح يطلع عندي هون البورت اللي انا حطيته. في عندك هون ال 1D وال 2D وغيره، هول والفار فيلد، هول ببينوا لما بخلق انا الانتين وبغذيه وبعمل ستار سيموليشن او ستار سولفر سيت اب سولفر ببين عندي. بس ما لاحظنا انه هون اليونت اللي انا كان فيني غيرهم بس اجمالا بدكم مليمتر ان جيجا هرتز ستاندرد بروبرتيز والماكروس بعدين بنحكي عنه. بس نشتغل بالانتين كالكوليتر اذا بتحسب هيدي اسرع. بنفوت على الفيو اول شيء لنظبط الصورة اللي عندي. فيني أول شيء فيني أفتح ريزلت فيو وفيني استعمله من هون ريزلت فيو. سكند أنا فيني الباوندينج بوكس اللي نحنا شايفينه هنا نلغيه، مثل هون باوندينج بوكس فيك الأكسس اللي على اليمين تشيله ترجع تلغيه إذا بدك حسب شو بتحبه. أنا جبنا بنخليه لنعرف حالنا كيف عم نشتغل ونرسم الشيء. فيك تشيل الوركينج بلين أو تخليه، فيك تعمل زوم على أي منطقة بدك إياها بس ريزلت فيو ترجع، فيك تعمل روتيت خلي انا الزد اكسس باتجاهي واوتيت روتيت ان بلين ارفعها هيك. هلا صارت بوجهي كلها. لنرجع على الشيب على الموديلينج، عندك هون البريك نفس عليها، فيك تيجي لهون ترسم البريك اللي بدك اياها من اي نقطة بدك. سيم سايفين هيك، فانا ما رح ارسمها من النقطة اللي بدي اياها، رح احفظ اي اس سي او اس يخلق عندي هون. فيني اسمي انا النيم للشيب اللي بدي اخلقه، فور اكزامبل رح اسميه سبستريت، اعطي اكس مين ماينس 20، اكس ماكس 20 فور اكزامبل، واي مين ماينس 20، واي ماكس 20، بعطي الزد زبدي ماينس 1 اند 1. اذا بتلاحظوا الزد هي السمكة مثل ما نحن شايفين. هون الماتيريال فيني نقيله انا الباك ماتيريال بيرفكت الكتريك كوندكتور، فيني نقله الفاكيوم، فيني نزل ماتيريال من هون فور اكزامبل الومنيوم، عند الميو 1 وخاصة خاصة بكل ماتيريال. لو سمعت اكزامبل لود ماتيريال صارت الالومنيوم هون، فيني افس بريفيو لشوف الشكل اللي بيطلع عندي كيف. اذا هذا هو الشكل اللي بدي اياه فيني افس اوكي. هون انا بكون خلقت substrate. فيني ارجع على الموديلينج، اذا بتلاحظ كمان الكومبوننت خلق معنا هون كومبوننت 1 هو substrate اللي انا سميته substrate. كمان اذا بتلاحظوا بالماتيريال زد 1 هو الالومنيوم،
يعني انا صار هلا فيني اخلق هيدي مثلا سفير. اوكي عندها سنتر راديوس 0، توب راديوس 3، عندها الاكس سنتر 0 0، زد سنتر. بعدين بسميها باك فور اكزامبل بريفيو. راديوس سنتر راديوس 2 2. التاب راديوس مثل ما بتلاحظوا اذا بيطلع هو التاب راديوس لارجر ذان ذا سنتر راديوس بليز تشيك. يعني انا فيني اقول هون 2 هون مثلا وهون 4 7 6. بريفيو اذا بتلاحظوا خلقها بقلبها. اوكي رسم لي هون سفير بدي اياها مثلا فور اكزامبل. رح اجي انا على الفيو اعمل لها زوم هون، هاي هي السفير اللي انا بدي اياها. اوكي خلق لي السفير. طيب انا هالسفير خلقتها بالغلط ونسيت مثلا ما سميها، بجي لهون في عندك شيء اسمه رينيم، رايت كليك فور اكزامبل او فيرست اند سوليد، رايت كليك رينيم، غير لها اسمها. شو بدي اسميها انا؟ سفير 1 فور اكزامبل، سميتها سفير. طيب انا خلقتها باك شيك، طب بدي اغير لها انا الماتيريال تاعتها. فيني اذا بدي افقس هون هيك حولها، جيبها فس عليا شبه هيك للالومنيوم مثلا، صارت الومنيوم. او اذا بدي فيني من هون تشينج ماتيريال، نقل الماتيريال اللي بدي اياها هيك فاكيوم فور اكزامبل. اوكي صارت عندي اياها فاكيوم. بعد ما تعرفنا على هول وكيف بدنا نتغير عليهم، في شيء اسمه، او خلينا اول شيء بالموديلنج، في كونتر سم كون بوتم راديوس توب راديوس اكس سنتر واي سنتر، تغير الاسم تنقل الماتيريال اللي بدك اياها. في عندك الدوناتس، ذا لارج راديوس سمول راديوس فور اكزامبل 2 5، باك بريفيو. اوكي خلت الدوناتس بقلبها. في عندك هون سيركلر سايلندر وعندك الليبتيكال سايلندر. فور اكزامبل انا بدي اجي ارسم، بدي احط الاورينتيشن، بدي اياها على الاكس اورينتيشن، على الواي اورينتيشن، على الزد اورينتيشن. بعطيها الاوتر راديوس فور اكزامبل 5، بدي اكس سنتر لاعطيها ل 20، الواي سنتر رح اعطيها 0، الزد من ماينس 5 ل 15 فور اكزامبل. عندي الاليمنت باك بريفيو بين عندي. اوكي هذه سيركلر سايلندر، عندك الاليبتيك سايلندر. هلا فور اكزامبل انا بدي اجمع مثلا سوليد 2 مع سبستريت، كيف؟ في شيء هون اسمه بوليان، عندك الاد، عندك سبستريت، عندك انترسكت، عندك كمان الانسرت الامبرنت. طب انا فور اكزامبل بدي اجمعهم كلهم بصيروا كلهم ماتيريال وحده، بفس سوليد 1 بفس شيفت سوليد 1 شيفت سبستريت، تعلموا كلياتهم، بفس على البوليان اد، صاروا كلهم اذا لاحظنا هن سبستريت، صاروا نفس الاليمنت نفس الماتيريال، مع انه كانوا كل وحده ماتيريال شكل، صاروا نفس ال1. فيني غير لها اسمها، سميها فور اكزامبل انتينا، اكيد ما انتينا بس انه فور اكزامبل. في عندك ترانسفورميشن، فيني انا اغير الاكس ترانزليشن ترانسليت للاكس واي زد، اغير له مطرح هون، فيني اغير سكيل اضربها ب 0.5 تصير نص حجمها، صارت نص حجمها. فيك عندي ترانسفورميشن، فيك تعمل روتيشن 45 ديجري اور اكزامبل، فيك تفس كوبي يطلع عندك نسختين، النسخة الأصلية الموجودة والنسخة اللي أنت عملت لها روتيشن. فيك تعمل ميرور، حتى بالترانسليت فيك تعمل نسختين بميرور، بدل ما ترسم الشغلة مرتين بس مرة وحط الاكسس بتعمل عليها ترانسليشن كونسل. اذا ملاحظ هون في عندي كذا بورت، عندك ديسكريت بورت، ويف بورت، بلين ويف، هون مشان نغذي الانتين. هلا في عندك هون شيء كتير مهم، انا بدي اعلم
بيك ايدج سنتر، يعني بيكون عندي سنتر هون اكثر شيء بنستعمله لما بقدر يغذي انا الانتنا. عندك البي بيك ايدج سنتر بيعلم على نص الايدج، عندك بيك بوينت لما بدي اخذ ديستنس بين تو بوينت، عندك البيك فيس انا لما بكون عندي فيس شكل كمثلا راس السايلندر فور اكزامبل، والبيك سنتر بيك سيركلر سنتر بيخلي نص السيرك. بس انا عندي اثنين دايبول او مونوبول بدي انا اوصل بيناتهم مثلا ديسكريت بورت، فانا اول شيء بعلم البيك سيركلر سنتر اول مونوبول، برجع بعلم بالبيك سيركلر سنتر على تاني مونوبول، بفس على الديسكريت بورت اوكي بيطلع كله جاهز. رح نشوفهم بالفيديو تانيين اذا الله رب. عندك هون البيك بيك ايدج بيك فيس اكسترا، هون لما بدك تشوف المش فيو هون كيو لوس الاس باراميتر، هون بدنا نشتغل على الانتين اكتر شي بنشوفه. والفيو شفناه مثل ما شفنا هون الباوندينج بوكس وغيره. بس في شي لما بدك تسيف فيني اعمل انا هون سيف، وهون بدي احط انا فور اكزامبل على الديسكتوب سميه example 1 save into the model. هيك بيكون سيف عندي. رح نشوفه لما الاكزامبل طلع عندي اثنين فولدر، فولدر بقلبه الداتا موجوده فيه، فولدر بفتحه انا كسي اس دي بحطه بقلبه. هذا اكزرسايز 1. Thank you for watching and don't forget to subscribe to my channel.